ما يخص البريد وإنجازات البريد واللي تطور في الخدمات البريدية خلال السنوات. فعلى سبيل المثال العنوان الوطني، وهذا العنوان الوطني مهم جدا، يخدم المواطن لتجديد الإقامات، الرخص، الجوازات، كل ما يتعلق أي خدمة بالمواطن يتم إيصالها عن طريق واصل، عن طريق بريد واصل اللي هو العنوان الوطني. عندنا خدمة اللي هو مريح، وهذا اللي يخص بنك التسليف والادخار العام للمتقدمين للزواج. كذلك خدمة بريد جامعي، كان أول الطلاب خريجين الثانوية يعانون من مشقة السفر والتعب، الآن البريد السعودي يستقبل الأوراق، أوراقهم الوثائق، ويتم إرسالها من دون أي مبالغ لخدمة الطلاب في أنحاء المملكة. الإيمول، وهذا الكثير ما يعرفه، خدمة الإيمول هذه تشتري من أي مجمع في المجمعات متفقة مع البريد السعودي موقعة، ويتم شراء، تدخل على الموقع وتشتري من أي مجمع تجاري في أنحاء المملكة ويتم إيصالها إلى المستفيد على عنوانه. كذلك عندما تشترك في بريد واصل يتم كذلك خدمة اللي هو بريد واصل العالمي، تقدر تشتري من أسواق الأمازون والصين وغيرها ويتم إيصالها إلى نفس المستفيد داخل المملكة وبكل سهولة. فهذه من ضمن الخدمات اللي هو البريدية. فإحنا حبينا نشارك البريد السعودي في خدمة في هذا المعرض لإظهار خدمات البريد والاطلاع عليها، خصوصا الطلاب والشباب، حتى يتعرفون على خدمات البريد في البريد السعودي في المملكة. وشاكر لكم.